لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مسؤول حكومي يعترف بارتفاع نسبة الفقر إلى 50% في العديد من المدن العراقية. في صحيفة المدى، عبد المهدي يحاول إقناع الكتل بحكومة بعيدة عن الاستحقاقات عشية التصويت على كابينته. كتابات 15 وزيرا في الحكومة العراقية أمام البرلمان الثلاثاء، وتحالف مقتدى الصدر لن يمرر من ترفضه المرجعية. في الجزيرة نت، انتخابات برلمانية بأفغانستان وسط تهديدات طالبان. في صحيفة العربي الجديد، تحركات عراقية لاستصدار قرار يمنع مسؤولين بحكومة العبادي من السفر. في القدس العربي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير المخابرات الفلسطينية في القدس. وفي صحيفة الحياة، الجزائر بدء تطبيق قرار منع النقاب في الإدارات العامة. السلام عليكم، كل عام. ومع المناسبات الدينية الشيعية، يتخذ الاستيطان الإيراني الجديد في العراق شكلا جديدا، ولكن أبرزها كان تدفق الزوار الإيرانيين لزيارة كربلاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين في عام 2016 من دون تأشيرات دخول رسمية، وما جرى هذا العام من تدفق اتخذ شكلا رسميا تحت غطاء تقديم إسعافات أو إغاثة أو خدمات أخرى. شاهد العراقيون في شوارعهم هذا العام سيارات شرطة وإسعاف، وهبطت على العراق طائرات إيرانية تقل إيرانيين بذريعة تلك الزيارة، في صورة أكدت تنامي النفوذ الإيراني في هذا البلد الجريح، ولإشعار العراقيين بأن مدنهم أضحت جزءا من إيران، فلا احترام لسيادة العراق ولا حساب لمشاعر العراقيين، بحسب مقال للكاتبة باهرة الشيخلي في صحيفة العرب اللندنية. هناك تنسيق معلن بين قوة القدس والحشد الشعبي، وفي البصرة يزاحم الإيرانيون العراقيين في العمل، ولا يستبعد أن يكون قطع المياه الواردة من الأنهار الإيرانية إلى شط العرب يندرج ضمن هذا المخطط الجهنمي، إذ هجر إلى الآن سكان 25 قرية شرقي محافظة ذي قار المجاورة للبصرة. هجروا قراهم خلال صيف العام الحالي جراء الجفاف الذي تعاني منه مناطقهم وتفاقم أزمة شح المياه، حسب علي رداد قائم مقام قضاء الإصلاح شرقي مدينة النصرية مركز محافظة ذي قار، فيما يهدد تلوث الماء وشحه البصريين بهجرة محافظتهم. فما الذي يحدث في البصرة التي تعاني من شح أشد وأقسى في المياه؟ الغريب وحديثنا ما زال عن تدفق الزوار الإيرانيين إلى العراق أن هؤلاء الزوار يمارسون سياحة دينية، لكن سياحتهم لا تكلفهم شيئاً كما تكلفهم في دول أخرى، فالعراق بستان لا سور يحميه، فهم يأتون دون دفع رسوم أو سمات دخول، ويهيئ لهم العراقيون أفخر أنواع الطعام مجاناً، ويقيمون مخيمات لسكنهم مجاناً، ويخرجون دون أن تستفيد الدولة منهم برسوم دخول ولا المطاعم ولا الفنادق، بينما تفرض على العراقي الذي يزور إيران الرسوم ويدفع مقابل أكله. تقول الكاتبة: لسنا ضد أن يزور الإيرانيون العتبات المقدسة في العراق إذا كانت هذه الزيارة لا تتخطى سيادة العراق ولا تمس بمشاعر العراقيين وتحترم القوانين العراقية كما يحترم الزائر العراقي القوانين الإيرانية لدى زيارته لإيران. ويبقى سؤالنا الكبير: ما هي تداعيات دخول إيرانيين كل عام إلى العراق بصفة غير رسمية ومكوثهم في العراق؟ وماذا سيخلق وجودهم من مشكلات سياسية واجتماعية؟ بعد مضي أشهر على الانتخابات العراقية التي تسمى ديمقراطية،
لم يحصل الفائزون بها من كتلة سائرون على تشكيل الحكومة كما يقره دستور نوح فليدمان، بعد سجال استمر شهوراً لم يعرف العراقي من هي الكتلة الكبرى غير الموجودة أصلاً في الدستور، فسرتها المحكمة الدستورية التي تشكلت الوزارات السابقة وفقها، بل لم يتم التوصل إلى تشكيلها لعدم اتفاق الأطراف فيما بينها بحسب الكاتبة ولاء السمرائي في مقال بصحيفة العربي الجديد. جرى في الانتخابات النيابية أخيراً كثير من التزوير وشراء الأصوات وخروقات أخرى متنوعة، ولم يتم اختيار الفائز بالانتخابات لكي يشكل الحكومة. قيل إن هذه الحكومة ستكون حكومة تغيير وخدمات وإصلاح، لا تعتمد الطائفية وتختلف عن حكومات العملية السياسية الأخرى، كما سبق أن قيل عن حكومة العباد التي وصفت بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين، والتي لم تمس أياً من الفاسدين والفساد طوال 4 سنوات. وإذا أراد عبد المهدي أن يطعم طاقمه الوزاري من خارج أحزاب العملية السياسية، فهل هذا الموقع هو الطريقة الأسلم لاختيار وزراء لحكومة تغيير مختلفة عن باقي الحكومات كما يروج؟ هل يجهل عبد المهدي كفاءات ونخباً يمتلئ بها العراق لا يجدون عملاً بسبب المحاصصة الطائفية وهيمنتها على وظائف الدولة صغيرها وكبيرها؟ إعطاء حقائب وزارية خدمية إلى أشخاص ممن لا ينتمون إلى العملية السياسية لن يأتي بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، وهذه من مطالب الشعب العراقي في احتجاجاته وتظاهراته، إنما سيكون فقط عملية تجميل فاشلة لوجه العملية السياسية القبيح بعدما انكشف للعراقيين كافة. ما هو أكيد أن رئيس الوزراء سيتحرك للقيام ببعض الإصلاحات كما طلب السفير البريطاني في أثناء الاحتجاجات، حيث أشار على العبادي بضرورة تنفيذ الحكومة المقبلة مشاريع خدمية للمواطنين العراقيين. وزار وفد من الاتحاد الأوروبي مدينة البصرة وقابل محافظها وتبرع بمبلغ 100 مليون يورو لتأهيل الشباب العاطل الذي خرج في تظاهرات. فهل تكفي هذه الفتات التي تقدمها سفارات المحتلين المشاركة بتدمير العراق لإنقاذه وإصلاح الخراب الشامل وتفكيك دولته؟ المواجهات بين السياسيين العراقيين أخذت عدة أشكال وأنماط، منها التصفيات الجسدية والمعنوية والكيد القضائي والحروب الإعلامية. وقد برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة تمثلت في الحملات المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات تويتر من قبل بعض الأطراف السياسية الفاعلة ضد بعض الشركاء، بحسب الكاتب جاسم الشمري في مقال بموقع عربي 21. هذا التناحر التويتري ربما سيقود إلى مواجهات على الأرض، وهو تماما كصب الزيت على النار التي قد تحرق الأخضر واليابس في أي لحظة، لأننا نتحدث عن قوى لديها الإمكانيات الذاتية لتنفيذ تهديداتها وتحريك أي ملف سياسي أو قضائي وتوجيه خلاياها النائمة في غالبية المدن العراقية ضد من تشاء بما فيهم الحكومة. أرى أن القضية معقدة وذات أبعاد خطيرة، لذلك ينبغي على القضاء العراقي التدخل العاجل لضبط تغريدات كافة المشاركين في العملية السياسية، لأنها تغريدات ليست شخصية بل تحمل في طياتها رسائل ربما تقود لإشعال فتنة طائفية أو لتصفية شخصية ما، وعليه ينبغي على القضاء أن يمتلك الجرأة والشجاعة لإيقاف مثل هذه التغريدات في وقت نسمع بين آونة وأخرى باعتقالات لبعض الناشطين والإعلاميين والصحفيين بسبب تغريداتهم الناقدة للخراب المتنوع المستشري في البلاد. وعليه لماذا هذا الكيل بمكيالين في التعامل والتغاضي عن أطراف هي أكثر تأثيراً من هذا الكاتب الصحفي أو ذاك؟ البلدان لا تبنى بالسياسات المتهورة وغير المدروسة، والبناء الحقيقي يكون عبر فريق عمل من شخصيات تمتلك خبرات علمية وفنية في شتى ميادين المعرفة. الأمن والسلام والطمأنينة لن تحل في العراق إلا بتحول سياسي شامل وبناء دولة المواطنة والقضاء على القوى الخارجة عن القانون وتقديم القتلة والمجرمين إلى محاكم عادلة وإنهاء ملف المعتقلين الأبرياء وغيرها من الملفات العاجلة.
مهمة السيد عادل عبد المهدي شبه مستحيلة بحسب الكاتب لؤي عبد الإله، فطبقات الفساد التي تراكمت داخل مؤسسات الدولة بدءا من أعلى كياناتها المتمثلة بالبرلمان العراقي وحتى أصغر دائرة حكومية خلال 15 سنة الأخيرة جعلت العراق يحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم الفساد وكثافته، وأفضل وسيلة لقياسه هو المقارنة بما كسب العراق من مدخولات مالية ريعية ناجمة عن بيع النفط خلال هذه الفترة وحجم المعاناة التي ظل أغلبية المواطنين يعيشونها نتيجة الحرمان من الخدمات الأولية الأساسية من ماء نظيف وكهرباء وتعليم وصحة. ففي الوقت الذي يقدر كثير من الخبراء أن ما دخل العراق من بيع النفط خلال 15 سنة يزيد عما كسبه ابتداء من أول برميل باعه العراق في أواخر الأربعينات من القرن الماضي وحتى عام 2003. ولعل السبب الأساسي لهذا الفساد يكمن في مبدأ المحاصصة الطائفية الذي سمح لنخبة سياسية تضم كل المكونات المجتمعية من الاستئثار بخيرات هذا البلد وتحويل الوزارات إلى جيتوهات تضم هذا الوزير أو ذاك، فيها موظفون من أبناء عائلته وعشيرته وطائفته، وهذا على حساب العمل الخدماتي الذي تأسست هذه الوزارة أو تلك لتنفيذه لصالح المواطن أياً كان. والآن وبعد مشاركة أقل من 20% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة، كشفت نتائجها عن أنه ليس هناك أي طرف سياسي قد حقق الأغلبية التي تمكنه من الحكم وحده. ولذلك أصبح أمام النخبة السياسية التي وصل ممثلوها إلى البرلمان خياران، إما الاستمرار بصيغة المحاصصة الطائفية الإثنية التي تعني استمراراً في استشراء الفساد وتدهور الخدمات الأولية أكثر فأكثر، أو العثور على صيغة أخرى تمكنها من الاستفادة مما أنجزته في الانتخابات الأخيرة. وفي الوقت نفسه المراهنة على عودة نظام المحاصصة من الشباك بعد إخراجه من الباب، ومن هنا جاء اختيار السيد عادل عبد المهدي لهذه المهمة. الرهان على نجاح عادل عبد المهدي يظل قيد الشك إذا أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة أن مرشح الأحزاب الفائزة في مقاعد البرلمان سيكون بشكل أو بآخر رهينة تحت يد الكتل الأكبر. فإذا هو أراد على سبيل المثال أن يحيل موظفا ما عليه أدلة قاطعة بالاحتيال للقضاء، فسيهب في وجهه الطرف الذي ينتمي إليه هذا الموظف ويعرقل قراره. القرار التركي بإطلاق سراح القاسم برانسون والسماح له بالعودة إلى بلاده وأخذ الصور الدعائية للرئيس ترامب معه بعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية يفرض على ترامب أن يتراجع عن العديد من القرارات العقابية ضد تركيا. فرئيس الأمن القومي الأمريكي بولتون وعد في وقت سابق بأن إطلاق سراح برانسون سوف ينهي كل المشاكل مع تركيا وسوف ينهي ما تمت تسميته بالعقوبات الأمريكية على تركيا فوراً. مقال للكاتب التركي محمد زاهد جول يتحدث فيه عن مستقبل العلاقات التركية الأمريكية في صحيفة القدس العربية. وزير الخارجية التركي تشاوشولو لم يتوقف عند رفع العقوبات، وإنما مطالبة أمريكا بإخراج هذه المنظمات قبل أن تضطر تركيا للقيام بذلك بنفسها، كما جاء في تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل 3 أيام من زيارة بومبيو لتركيا قائلاً إن أنقرة ستتولى بنفسها فعل ما يلزم في حال استمرار مماطلة الجانب الأمريكي في تنفيذ خارطة الطريق بشأن إخراج عناصر يبيجي الإرهابي من منبج السورية. وحيث أن الحكومة التركية قد توصلت إلى خارطة طريق حول منبج مع الجانب الأمريكي في 18 يونيو/حزيران الماضي، فإن تركيا تطالب الحكومة الأمريكية بتطبيق هذه الخريطة التي بدأت منذ 5 أشهر بتسيير دوريات عسكرية مشتركة من القوات التركية والأمريكية حول منبج أولاً ثم داخل منبج ثانياً. ولكن التصرفات الأمريكية الأخيرة تشير إلى سعي أمريكا إلى تثبيت وجود هذه الأحزاب في منبج لا إخراجها منها، أي أن الحكومة الأمريكية تماطل في تنفيذ خريطة الطريق الأخيرة
كما ماطلت في تنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن إخراج المنظمات الإرهابية من منبج بعد تحريرها من داعش. إما أن تطهروا بأنفسكم مدينة منبج من الإرهابيين أو نقوم نحن بذلك، فهذه تصريحات تركية واضحة بأن خيار الاصطدام مع أمريكا في منبج هو خيار جاد ولا يقل أهمية عما تم في عملياتي درع الفرات وغصن الزيتون. فتركيا بدأت مشوارها الاضطراري في سوريا ولن تتوقف عن إتمامه، وتحذيرات تركيا الأخيرة هي من الموضوعية والحزم والجدية ما لا يمكن تجاهله، وهو مطلب شعبي لا يتنازل عنه الشعب التركي. فهل تعمل أمريكا لتفادي هذا الاصطدام مع تركيا؟ بعد اعترافه بأن حل الدولتين هو الحل العملي بشأن الشرق الأوسط، أعلن الرئيس دونالد ترامب تراجعه عن هذه التسوية، وأكد في المؤتمر الصحفي أنه ينوي عرض خطته السياسية في شهر كانون الثاني يناير من العام المقبل، بحسب الكاتب سليم نصار في الحياة اللندنية. لكن ترامب لم يأخذ بوجهة نظر بيريز ولا بوجهة نظر أوسلو، وإنما تبنى إعلان الكنيست عام 1980 أي ضم القدس الموحدة إلى إسرائيل. سهر الرئيس جاريد كوشنر وجد الجواب في صفقة القرن التي صاغها مع خبراء إسرائيليين وقدمها إلى الرئيس ترامب، الذي وعد أثناء اجتماع الجمعية العامة بكشف خطته للسلام الفلسطيني الإسرائيلي في كانون الثاني يناير المقبل. ذكرت الصحف قبل شهر تقريباً أن كوشنر عرض على الأردن مقترحاً خلاصته أن يقبل بتسليم المخصصات التي تمنحها واشنطن سنوياً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل نحو 380 ألف لاجئ فلسطيني، والغاية من كل هذا تصفية أونروا والقضاء على حق العودة، وهو بند أساسي من بنود قانون وكالة الإغاثة. لهذا تطالب الإدارة الأمريكية بضرورة فصله عن البنود الملزمة في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كل العالم، ويسعى ترامب ومن خلفه إسرائيل إلى تصفية وكالة الإغاثة بغرض القضاء على حق العودة. ومن المؤكد أن الأردن تنبه إلى هذه القطبة المخفية، لذلك رفض تبني هذا المشروع المريب. ويقول الكاتب بقي سؤال الملح، هل ينجح ترامب في تصفية القضية الفلسطينية خلال ولايته الثانية؟ الجواب كان لدى أبو عمار وهو يغادر ملجأه في الفكهاني ببيروت أثناء الغزو الإسرائيلي عام 1982، فقد سئل وهو يصعد إلى الباخرة التي أقلته إلى اليونان، هل أنت واثق من العودة إلى فلسطين؟ فأجاب على ذلك برسم إشارة النصر، وقال من يعتقد بأن مصير الفلسطينيين سيكون مثل مصير الهنود الحمر في أمريكا فهو واهم. ويبدو أن الرئيس ترامب يحاول تقليد الرئيس أندرو جاكسون من طريق تصفية القضية الفلسطينية. للمرة الأولى سيكون بوسع البشر زيارة أعمق نقطة في قاع كل المحيطات الخمسة، مستخدمين غواصة تتسع لشخصين صممت بحيث تكون قادرة على مقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من 9 كيلومترات تحت سطح الماء. وقال شركة ترايتون سان بارينز المصنعة للغواصة ومقرها فلوريدا على موقعها الإلكتروني إنها الغواصة الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11,000 متر. وستقوم قناة ديسكفري أند ساينس التلفزيونية بتصوير المهمة بأكملها من أجل مشروع يعرف باسم الكوكب العميق، وسيتم بثه في 2019. وقال فيكتور فيسكوفوك المستكشف الذي سيقود الغواصة بعد أن تغادر سفينة الدعم وتتجه صوب أعمق مناطق المحيط، إنها مصنوعة من التيتانيوم وغيره من المواد ذات القدرات الخاصة ويمكنها الغوص إلى الأعماق. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.